طالب سيناتور بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم وزارة الشؤون الدينية بإلغاء شريعة الذبح يوم عيد الأضحى بسبب وباء كورونا. وقال بن زعيم في منشور له على صفحته الرسمية بالفيسبوك: أعتقد أن في ظل انتشار الوباء وجب على لجنة الفتوى النظر في إسقاط شريعة الذبح يوم عيد الأضحى، لأنه لا يتم الذبح مثلما هو متعود عليه الجزائريين في الساحات وما تخلفه من دماء وفضلات واحتكاك بين العائلات والجيران والتغافر، سيتمكن الفيروس من الملايين. كما اقترح بن زعيم على وزارة الشؤون الدينية جمع مبلغ الأضحية والتصدق بها، حيث أردف قائلا: مع العلم أنه يمكن التصدق بمبلغ الأضحية مثل ما هو معمول به في السعودية في موسم الحج، وهنا أقترح على وزارة الشؤون الدينية بجمع هذه الأموال وصبها في صندوق التضامن أو صندوق الزكاة، أو ترك المواطنين أحرار حسب ظروفهم الاجتماعية أو المادية أو الصحية، كما يمكن تحديد سعر واحد ثابت للأضحية، والقرار بيد لجنة الفتوى وحدها من تقرر في هذه المسائل.